عقب مباحثات أجراها رئيس مجموعة الصداقة الشيلي المغرب بمجلس النواب الشيلي غونزالو فنساليدا فيغيروا مع رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراوية خليه نولد رشيد، أكد المسؤول الشيلي أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كفيل بتسوية نزاع الصحراء في إطار حل مقبول من جميع الأطراف، مذكرا بأن بلاده تدعم كافة المبادرات الرامية إلى إرساء السلم والتسوية السلمية للنزاعات، وذلك في إطار من الحوار والتفاوض. تطرقنا خلال اجتماعنا هذا لمواضيع من قبيل قضية الصحراء وأيضا العلاقات التي تربط بين البلدين، لا سيما منها إمكانية عقد شراكات تجارية. وفيما يخص قضية الصحراء، نجدد دعمنا في هذا الاتجاه للمملكة المغربية، وكان البرلمان الشيلي قد صوت منذ أسابيع بالأغلبية لصالح رؤية المغرب من أجل تحقيق تقدم في حل هذه القضية، وستظل جمهورية شيلي دائما داعمة لكل خطوة نحو السلام وحل الصراعات بشكل سلمي، وبالتالي التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في إطار من التفاهم والحوار. وهمت المباحثات التي أجراها الطرفان على الخصوص التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، كما أنها شكلت مناسبة للتبادل بشأن آفاق تدعيم العلاقات المغربية الشيلية في مختلف المجالات. وكان البرلمان الشيلي صوت بمجلسه منذ عدة أسابيع على قرار يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا من شأنه تسوية نزاع الصحراء.